حصل النهارده من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين توقيع لمذكرة تفاهم مع وزارة الشباب والرياضة. طيب إيه هي التركيبة بتاعت هذه المذكرة؟ وإيه هي أو إيه هو مفاد هذه المذكرة؟ خلونا ناخد معانا الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا دكتور يوسف، وشكرا إيه؟ على المقدمة الرائعة اللي احنا سمعناها من حضرتك. لا والله خالص إطلاقا، أقل ما يجب أن يقال، بس دي الحقيقة. يعني بحكم التعامل شبه اليومي، صحيح احنا بنمشي على سطر ونسيب سطر كده، لكن احنا جيران باعتبار، ايوه بالظبط كده، باعتبار يعني ان احنا ايه بنبقى قاعدين اسبوع كده واسبوع كده، الا انه انا ببقى شايف المناقشات حتى الجانبيه اللي مش بتبقى قدام الكاميرات، اللي مش بتبقى على ميكروفونات المجلس، فانا شايف اللي بيجرى بصراحه. وبالتالي ده اقل ما يجب ان توصفه بيه. قولي لي بقى، مذكره التفاهم اللي اتعملت النهارده مع الوزاره ايه؟ والله يا دكتور يوسف النهارده يعني عاوز اقول لك احنا في تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين بيكون دايما عند اعدادنا لاي بروتوكول اهداف ومخرجات متوقعه مسبقا، ويمكن نكون كمان بنبقى حاطين لها جدول زمني. النهارده بالذات مع وزاره الشباب والرياضه حاسين ان في تلاقي ونقط تقابل عاليه جدا في الاهداف ما بين الكيانين. وزارة الشباب والرياضة هي المظلة الأم لشباب مصر، هي الراعي الرسمي لشباب مصر. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ما هي كيان شبابي سياسي يهدف إلى التنمية. لأول مرة نشوف وزارة وجهة تنفيذية تحط إيديها في إيد كيان شباب سياسي، بحيث إن احنا ننمي مع بعض ونحقق أهدافنا سويا. يعني هدف التنسيقية من ضمن الأهداف المهمة توسيع رقعة مشاركة الشباب، صحيح، في المجال السياسي في المجال التنموي، هو ده برضو هدف من أهداف وزارة الشباب والرياضة. فمن هنا استثمار طاقات كوادر التنسيق مع طاقات وخبرات القديمة والأكبر مننا في وزارة الشباب والرياضة، احنا بنعمل امتداد للأجيال، بنعمل تطعيم زي كأننا بنطعم الحياة في المجتمع المصري بما يتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة، التشابك ما بين الأجيال. احنا بنحلم دايما ان احنا نوسع التثقيف السياسي كشباب للتنسيقية في مختلف المحافظات. فعلا احنا عندنا ممثلين للتنسيقية في كل المحافظات، في الصعيد وفي الريف، في إبلي وبحري وفي كل مكان. وأيضا وزارة الشباب والرياضة هي يمكن الوزارة الوحيدة، وانت عارف ده يوسف، اللي ليها مراكز وأدوات وأزرع وطنية في كل قرى ونجوع مصر. صحيح. فالدمج ما بين خبرات كوادر التنسيقية مع الخبرات يعني المستدامة من وزارة الشباب والرياضة، أعتقد هتثمر عن مخرجات كويسة جدا إن شاء الله ومشرفة. طب حلو قوي الكلام ده. بصي بقى، بلا دكتور بقى غادة على طول، بقى احنا اصدقاء يعني. غادة، ده كلام بالنسبة لي مزيكا بصراحة. ومسألة نشر التثقيف والوعي السياسي في ربوع كل محافظات مصر وبين الشباب، ده حاجة حلوة قوي. انا يجي عندي سؤال، يعني مثلا هل احنا جزء من مسألة التثقيف السياسي دي، احنا اليساريين اللي زي حالاتنا كانوا يربونا ازاي انه يبقى في عندنا حاجه اسمها واجب قرايه، فنتفق على انه هنقرا مثلا كتابين او كتاب الاسبوع ده، ونيجي في اخر الاسبوع نقعد قدام اساتذتنا نعمل عرض، وبعدين نقعد نتناقش كلنا في دايره عن الكتاب، نتفق ونختلف وننتقد وهكذا، يطلع ادب يطلع شعر يطلع نظريات سياسيه اقتصاديه تاريخ الى اخره. كنا نعمل تناظر، يعني مثلا يحصل مناظرات ما بين الماركسيين والناصريين، ليبراليين وشيوعيين لينينيين الى اخره. سيبك من التركيبه اليساريه بتاعتنا، لكن انتوا في التنسيقيه ناويين تعملوا هذا الشكل من مساله مدارس اعداد الكادر، احنا كنا نسميها كده ايه؟ الو، ايوه يا غاده. ايوه بالظبط يا يوسف، هو زي ما انت قلت كده. يمكن كمان هيساعدنا على ده تنوع الايديولوجيات اللي عندنا في التنسيقيه. يعني احنا انت عارف كويس ان احنا منصه حوار بيجمع ما بين كل اطياف يعني الوان الطيف السياسي، ما بين مؤيد ومعارض ليبرالي
يعني كل الأطياف موجودة. صحيح. لو بدأنا نتكلم مش سياسة بحتة بس كمان، لا احنا محتاجين يعني احنا هل كل ده سؤال، هل كل الشباب في كل ربوع مصر عارفين ايه هي حقوقهم السياسية؟ عارفين ايه هي الواجبات السياسية؟ عارفين يعني ايه انواع البرلمانات في العالم؟ برلمان المصري ده تركيبه فين من برلمانات العالم؟ ايه واجبات مجلس الشيوخ؟ ايه واجبات مجلس النواب؟ الاهم من ده لو بنتكلم في فئة الشباب والنشأ المحليات. حلو. يعني ما هو ده الواجب بقى اللي احنا داخلين على الامتحان. أيوة. بتاعه. بإذن الله. والحق يقال يعني وزارة الشباب واخدة باع كويس جدا في الإعداد للمحليات، وإحنا عندنا في التنسيقية كمان عندنا يعني خبرات وبندي تدريبات وبنتكلم مع شباب ومتطوعين في هذا المجال. التشابك ما بين شباب التنسيقية بحماسهم اللي أنت نفسك عارفه. صحيح. مع كوادر وزارة الشباب والرياضة الإعداد لما هو قادم. ما ينفعش آجي قبل كل انتخابات وانت عارف يا يوسف قاعد اتكلم مع شباب وانزل مؤتمرات مش عشان يقولوا انتخبوني ولا لا، عشان نقول له انزل شارك. صح. نقول له اهميه ده ايه؟ يعني ايه تعديلات دستوريه؟ ده في شباب كتير ما كانواش عارفين، وكنا بنشرح واحنا في حملاتنا الانتخابيه كان عندنا قصور كبير جدا في الوعي السياسي. اعرف وكون وجهه نظر واختار اللي تختاره يا سيدي. الله ينور عليك، انزل شارك قول اه او لا. احنا ياما قلنا الجمله دي، مش عاوزين دايما نتزنق قبل الامتحان. صح. عاوزين نعد شبابنا. باختصار علشان ما يعني ما نلخص الموضوع في موضوع مشاركة سياسية بس، لا بس خليني أختم موضوع السياسة. السياسة كانت لعقود طويلة وانت عارف يا يوسف كانت عبارة عن بعبع في البيوت المصرية. أيوه. كل أب وكل أم بنته تيجي تدخل معهد أو جامعة يقول لها ابعدي عن السياسة، ما لناش يا ابني ابعد عن السياسة ما يجيش من وراها أي حاجة. لكن دلوقتي احنا بندي سياسة بمفهوم جديد. أيوه. فهنطبق سياسة بمفهوم جديد فين غير من جوه وزارة الشباب والرياضة أو يعني الأوقع يكون ما بين شباب ورياضة. الأهم من ده كمان إن احنا مش سياسة بس، مش بنتكلم في سياسة بس، احنا بنتكلم في كل مجالات الخبرات بتاعت التنسيقية. يعني إعداد وزارة الشباب لاستراتيجية وطنية للشباب والنشأ، ويمكن احنا استضفناهم عندنا في مجلس النواب في لجنة شباب ورياضة وخلينا الشباب يجوا يعرضوا ايه هي استراتيجية الوزارة في الوطنية للشباب والنشأ. التنسيقية تقدر تساعد في التطوير والإعداد والمتابعة والتنفيذ اللي على الأرض. ايضا احنا انت عارف عندنا مجالات وكوادر في ريادة الاعمال وفي المشروعات الصغيرة في مكافحة الشائعات، ويعني كل الخبرات اللي موجودة في التنسيقية مع كل الخبرات اللي موجودة في وزارة الشباب والرياضة اعتقد ان الاوان ان هي تقدم على طبق من ذهب للشباب المصري. عندك حق 100%، حقيقي ربنا يوفقكم، وحقيقي فعلا جهد اعتقده يعني ان لم يكن ملموسا عند البعض فسوف يكون واضحا للغايه خلال الفتره القادمه. لله. بجد يعني ان شاء الله ربنا يوفقكم يا غاده. الف شكر لله. ليكي الدكتوره النائبه غاده علي عضو مجلس النواب، اهلا بيكي مره تانية.